دي تورتة عيد ميلادي، وكل سنة وانا طيبة وانتوا طيبين معايا. بصوا بعد ما اتقطعت وشكلها حلو ازاي، ايه رأيكم؟ جميلة جدا. واقول لكم تعالوا نشوفوا مع بعض الطريقة، ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسونيش في المشاهدة والتمني، والى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. باي باي. مساء الخير عليكم، مساء الخير على احلى متابعين، اهلا بيكم في قناتي، قناه ماما سوسو. هزين تورته النهارده بسيطه جدا، بتكلفه بسيطه، مش هتكلفك. انت هتعملي ممكن كيكه عاديه عاديه خالص، بس تقللي منها السوائل عشان تبقى كويسه. برضو ممكن تجيبي كريم اللي هو بالبواكي، البواكي يعني رخيص، وحاجات من دي، ومربى من عندك، عندك شربات، هتعملي ان شاء الله تعملي ميه بسكر وحبه ونقطتين ليمون كده على النار وتبدرد وتعمليها. تعالي نسمي الله ونشوف. انا عملت واحده هي صغيره خالص خالص، مقاس 26 اهي اللي هعمله. هنا الكريم انا هقول لكم على، وانا بشرح هقول لكم انا عملته ازاي. دي كتيره كده عشان انا بعملها، دي بحطها عشان تمسك تحت، تمسك هنا تحت. بسم الله، بسم الله كده، ونصلي على سيدنا رسول الله. ايه اللي هعمله بقى كده؟ هزقيها شربات، الشربات اللي هي اللي هو بتاعنا يعني، ممكن بتاع الكنافه تخففيه شويه عندك، يعني تخففيه شويه. هسقيها خلاص كده، انا زقتها. هنزل هنا حته كريم، الكريم ده 2 باكو، وباستري كمان عليه معلقتين كده، هو محلى عشان هو جاهز، وعليه البودره بتاعت السوبيا. تضربيهم كويس بميه ساقعه او لبن، ويطلع لك من بالطريقه دي كده. الحته دي واطيه عشان السكينه عملت مني، فانا بعالجها، وانا شلت الوش منها من الحته الناشفه. خلاص كده احط لها حته زياده في الحته دي عشان اعليها. خلاص بحط ايه؟ بحط مربى فراولة من عندي، يعني كل حاجة من البيت. عشان ما عنديش حاجة، انا مش عاملة حسابي ان انا اعمل تورته، فلازم اعملها تمام كمان. وبعدين هي يعتبر دور واحد، مش دورين، دور واحد. البنات الجديدة اللي لسه عايزة تعمل تشاهد الفيديو للآخر كده وتشوف أقل حاجة عايزة نفسك تعملي لولادك أهو بالطريقة ديت، مش هتكلفك حاجة. خلاص كده بصوا بقى، أنا هحط برضو هنا شربات شوية، حاجات بسيطة كده قبل ما أقلبها، حاجات بسيطة تمام. وهجيب الحته العاليه اللي هي فلتت دي، انا مقشراها بس. احنا بنروح نجيب المقاس 26، بتبقى معديه ال 200 لو محل صغير، لو محل كبير بقى خدي 400 500 بالطريقه دي. فانتي ممكن تكلفيها بحاجات بسيطه، تعملي كيكه عاديه باقل حاجه. خلاص كده هنا بقى بزقي برضو فوق الوش كده، الحته دي عايزه ادبسها كده جامد، توجدها جامد. بس هنزل برضو الكريم عشان ازوقها وازوق الجوانب. خلاص ده صوص جاهز، صوص كراميل جاهز، بيتباع الباكو رخيص يعني ب4 جنيه، يعني مش غالي. هزوق بيه، انا بقول لكم انا الحاجات دي كانت عندي،
انا ما اشتريتش حاجة، زوق بيه الحروف كده. سؤال، تمام خلصها بقى كده كلها عشان ادورها واوريها. السوق اهي كده اهي، هدخلها التلاجة 10 دقايق وارجع اعملها تاني. خلاص كده انا طلعتها، انا ما لحقتش بس ايه قلت ايه بالمرة بقى واخلص. هنعمل هنا ايه بقى، وردات كبيرة كده عشان احجز اللي في النص، هحط الكريم برضو. تمام كده اهي، هحط بقى في النص ايه بقيه الكريم البواكي السوس ديت. خلصها كده خلاص، هدخلها بقى التلاجة ولما تيجي تتقطع هوريها لكم. كده بقى خلصت التورته، بصوا شايفين جمالها وحلاوتها، حلوة قوي وعايزه تتقطع بقى دلوقتي، وهوريها لكم برضو بعد التقطيع. يلا. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to Susu. Happy birthday to you. سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا جميل، سنة حلوة يا سوسو، سنة حلوة يا جميل. ده عيد ميلاد جانا، ها؟ حالا بالا حلوة والفصاد. أنا فصاد. فليحيا أبو الفصاد. هي كل سنة وأنتم طيبين، وكل سنة وأنا طيبة، ودايما أنزل فيديو. ربنا يخليكم كليا يا رب، ونحتفل دايما يا رب، واكون معاكم ويديني الصحه واكون معاكم يا رب. الله يخليكم، ربنا معاك، ربنا يخليكم، الله يخليكي يا زوزو، وما نحرمش ومنك يا رنا ومن مازن، وربنا يخلينا لبعض واخواتي كلهم يا رب يا رب يا رب. وكل سنه وانتم طيبين، وهوريكم برضو التورته بعد ما تتقطع. لا بقول لكم بقى باي باي، وكل سنه وانتم طيبين جميعا، والى اللقاء في فيديو جديد في مطبخ ماما سوسو. ما تنسوش اللايكات، ما تبخلوش. باي باي.